يبقى تذبذب الأسعار هماً أساسياً من هموم المواطن العراقي اليومية والمزمنة، ولا سيما إذا ما تعلق الأمر بارتفاع أسعار المواد الغذائية من فواكه وخضر وما شابه. والسبب أن الخضر والفواكه يتم إيصالها إلى العاصمة بغداد من محافظات ومدن أخرى، بحيث أصبحت عملية إيصال هذه المواد إلى مدينة بغداد ضرباً من ضروب المخاطرة، وفيها صعوبات جمة بسبب فساد سيطرات التفتيش حول بغداد، بحسب ما يقول تجار علوة جميلة، حيث تجولت كاميرا مع الناس في العلوة واستطلعت آراءهم. اليوم معاناة علوة جميلة واضحة أخي، دولة قاعدة تحارب بينا من جميع النواحي. أولا عندك سيطرة الصفرة، الجمارك أرقام خيالية، لم نعرف هذه الأموال إلما قاعدة تروح زين جمرك، وما يطببون سيارات. يجيك العلوة إيجار الجمعية 35 مليون إيجار الجمعية، أدري إيجار الجمعية منين الطهانة؟ إذا هي صفرة محاربتني، سيطرة الحسينية محاربتني، سيطرة الشعب محاربتني. أجلك الله اللي يعني والله العظيم ملينا يا أخي، سوونا حل. يعني سيارات اليوم صار لنا 6 أيام بالصفرة نايمات نيوم، الزرع كله خرب، ملايين قاعد تحترق، الفلوس جاي ياخذون يا أخي. بس نريد نشارة رئيس الوزراء، احنا نطالبك بأنه الصفرة تسوي لنا حل فورا. الصفرة اليوم دمرتنا الدمر زين، هذه الأموال وين قاعد تروح؟ السيارة قمرك 12 مليون، سيارة قمرك 10 ملايين، وين قاعد تروح هاي؟ زين، واليوم صار لها 6 أيام مسدودة زين، وهاي شفنا لا شغل لا عمل. الله وكيلك صار حوالي 6 أشهر 7 أشهر بالقران، من يجوب له نطي زين. شكرا جزيلا لكم. ننتخب؟ والله أقصة ذبة بالزبالة إذا ننتخب واحد. علمًا انطيني الشخص من 2003 هسه، احنا اليوم من 2003 لحد اليوم 2018 ما يقارب 15 سنة، شنو صار؟ راحت لنا شهداء، راحت لنا ناس، يعني ناس تهجولت، البلد انتهى، سقط اقتصاديا سياسيا انسانيا. احنا ماكو واحد يحكمنا بالبلد بحافظ شريف ابد، ماكو واحد يحكمنا كذب، نغلط نفسنا. احنا شعب معروفين بصراحتنا، لا نخاف من احد ولا شيء. احنا ناس الله دب علينا، ولمك واحد هتلي وساقط ويبوق امال الشعب. نسوي حزب يقتل العالم، نسوي طائفية، سوى هذا السني وهذا الشيعي زين، اذوا بلدنا من 2003 لسه احنا مرتاحين. احنا هسه بعلاء وجميلة، احنا عندنا فلاليح كل موسم نعرف فلاح يزرع، يطبون علينا الايراني، يطبون علينا السعودي، يطبون علينا بالتركيا، يطبون علينا الشمال، زرع يجيبونه مدري مين، كل هاي بدل البلد اقتصاد. ولهذا السبب السنه مطلوبين 132 مليار دولار، المن الشعب صرفها، الشعب شعليه، هم ياكلون كعكه الكبرى وقاسيه بنص بيناتهم، كل من هاي حصري حصري. الانتخابات كلاوات، الانتخابات من هسه، من هسه امريكا فرضت على العراق، من هسه الشريف لا ينتخب، الشريف لا ينتخب. ما هو طول امريكا واسرائيل موجوده، هم من ايران بصبحه، هم الناس تركيا بصبحه، الشعب كله دمر وتبذل. تعال بعد فقر عندنا بالبلد هنا، تعال بعد ناس قد جدي، ناس ما عندها معاناه، عندنا بقد الله بقد استيمه عندنا. من وين الحل؟ المن نلزم؟ المن نلزم؟ يا حزب بالعراق شريف نلزمه؟ يقول انا شريف اخدم هذا البلد وهذا الشعب دي يعاني. الفقير جوعان، الفقير عطشان، مي ماكو، زرع ماكو، مين نجيبها للعالم؟ مين نجيبها للناس؟ مين نجيب؟ هاي طبقة فقيرة استعقت بلدنا، مين نجيبها؟ مين نجيب؟ يا اللي يعاني، يا اللي يشتكي، المشتكي بس لله. يا وجهنا قاتل البلد بحظ. خلي يقول عني. معاناة كلها تبوق. الصفرة هاي السونر، هاي هنا، السونر، هاي هنا،
اذا ما توصل يا بسياره كي تطب ممنوع على شنو المدرف؟ زين هاي ناس الابنات كتلت منو سببها؟ هاي ناس عانت كتلت، هاي الانفجارات صارت منو سببها؟ منو سببها؟ عرفت منو سببها؟ من يدافع على العراق؟ هذا العراق بدافع عليه. اريد واحد يطلع يدافع على العراق على هذا البلد من يدافع عليه؟ هذا الشعب المسكين انظلم. احنا من 2003 لسه مظلومين. يا يدافع علينا يا هو يا يدافع علينا. يا تخلي مصف ها ياكل اكل ماكو. اخي الله يساعدك. احنا عندنا معاناه يد عامله، شنو خرج كليه قاعد يصلح حمال. عندي ولد يا صديقي سبع لغات انت مترجم خل اخدمك، قاموا يجيبونا باكستان افغانستان، قاموا يجيبونا مدري مين ماليزي. شنو احنا ما عندنا بطاله؟ احنا بطاله عندنا، احنا عندنا بطاله، عندنا شباب قاعدين يخلص كليه عمل ماكو، شغل ماكو، يدفع العربانة لو انا لو خط يشتغل حمال لو يشتغل بنا مين يجيبون؟ تعب على نفس الدراسة وهذا والله حمال يشتغل. انتوا ذول جبتوهم باكستانيين شنو جبتوهم؟ على شنو جبتوهم؟ الافغان شنو جبتوهم؟ هذول ما ليش ليش؟ نعرف؟ انطونا طولة ما قالش شنو جبتوهم على شنو جبتوهم؟ هذا غير زين شلون يعني الحل؟ الحل شلون الحل؟ الحل شلون الحل؟ احنا نريد حل لهالبلد. احنا نريد حل لهالبلد. يقولنا حل كافي عاد معارض كافي ترى ملينا ترى ولعلمكم انتم الموجودين السياسيين القادة الموجودين بالبلد هذا يقول البلد كلام الله كلام الله كلام الله. اذا هذا استعاب الانثار عليكم ما لكم وجود في العراق ولا بالعالم. موتونا كافي عاد شلتوا حالنا. احنا من 2003 لحد الان كل شيء ما شفنا، بس من اسوأ الاسوأ، يعني من اسوأ الاسوأ، امان ماكو، شنو الخدمات صفر، خدمات صفر، سيطرات عصابات، مو سيطرات عصابات، يعني هسه اذا انت عندك شيء من السيطرة لازم تروح تاخذ لك كوم فلوس تحطه بجيبك يلا تقدر يعني تتفاهم وياهم. هاي من ناحية شنو بعد انت شو تريد يعني يعني هو ماكو شيء، يعني احنا حالنا من اسوأ الاسوأ، يعني هسه احنا نريد شلون نخلص؟ تعال انت هسه جيب لي حلول شلون نخلص؟ ما بيها خلاص، يعني من يا ناحية اشغال ماكو بطالة ماكو رواتب ماكو ميزانية ماكو، يعني عايشين احنا هسه بالقدرة، يعني يا ناحية بس انت يعني يا موضوع تريده قمارك مافيات وعصابات، قمارك ضرائب مافيات وعصابات، انت اذا ما عندك مافيا هسه ما تقدر تعيش بالبلد، اذا ما عندك مافيا ما تعيش بالبلد، ما تقدر تتحرك من هنا لهنا اذا ما مافيا وياك، فقير هنا معدوم، حياة للفقير ماكو، لان ما يقدر شغل الغلاء غلاء صاعد الغلاء، والقمارك قاعد يضيفون ضرائب، ناس عماله شي يطلع هو يطلع له 10-15 ألف يروح للسوق كله غالي، من ورا من؟ من ورا الضريبه والقمرك، قمرك وبعد يعني شنو؟ ماكو يعني هاي هسه ابسط شي سيطره جميله، الله شاهد يعني تمل، يعني لو اسولف لك علي هاي سيطره مدخل مال جميله، 4-5 اشخاص بالاتحادية هم حاكمين المدينة، هاي تسايمون المدينة أربع أشخاص من الاتحادية حاكمينها، بس شنو العصر يقعدون يم فلان ويم فلان ويم فلان، فلان وفلان ما أخذهم إيه والله هذول خوش أوادم، بس هم شو مسوين؟ الله شاهد ماكو محل ما يأخذون منه فلوس، ماكو مكتب ما يأخذون منه فلوس، إذا مباشر وإذا مو بصورة غير مباشر، يعني أنا البارحة ب 12 بالليل مقعديني، والله الجندي ما يقبل سياراتك الطب. يقول الممنوع يعني شنو يعني تعرف بعد ما يعتاد، اذا يجيك هو مباشر فمصيبه، اذا جاك الضابط مباشر ما ترتاح ليل ونهار كل ساعه جيب 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 جيب، واذا يودي لك واحد عود ها شويه احسن، فهي هاي الوضعيه بعد يعني. والسلام عليكم ورحمه الله. سبب الاقتصاد تدهور الاقتصاد بالعراق بسبب سيطرة الصفرة،
يعني نعاني معاناة كبيرة من يمها بأذية بشكل جدا. الزرع يتأخر بها إلى يومين إلى ثلاث أيام، وهو خيار باذنجان مادة قابلة للتلف بسيطرة الصفرة، صيف شتى تتأذى البضاعة عندنا بهاي السيطرة النحسة جدا اللي مسببة دمار البغداد وغير بغداد، هي سيطرة الصفرة. ما أعرف يعني الحكومة العراقية غير قادرة عليها، ما تتخذ إجراءات رادعة بهذا الموضوع. هسه متوقفة إلى شعار آخر، صار كم يوم؟ خمسة أيام. حامض من 800 دينار إلى 1000 وربع حسب جميلة، رمان من 1000 دينار إلى 1500 دينار على الوجه جميلة. ليش؟ يريدون شهادة منشأ وشهادة بيان وبيان سنوي، وما أعرف من هاي المواد، ما أعرف هاي القرارات اللي يطلعونها، ما أعرف منين يجيبون هاي القرارات. يعني أنتم لازم تسوون حل، أنتم وسائل الإعلام لازم تنقلون هاي الصورة، تنقلونها بالمحطات الفضائية، تنقلونها للدولة، تنقلونها. يعني ما يصير هاي، ما يصير. ليش هسه هاي؟ شوف احنا اصحاب مكاتب، يعني على باب الله ايجار عندنا، عمال عندنا، ناس عوائل عايشه. والله بسبب سيطره الصفرة مزاج المدير العام ان يوقف الزرع لمده 5 ايام، وبعد الى شعار اخر ما تدخل الا على الوجه جميلة او غير العلا والمناطق الاخرى. بعد سيطره جميله هاي عندنا، سيطره حبايبنا الموجوده دي نعاني منها معاناه شديده ايضا. يعني زرع قابل للتلف، ما يدخل الا السونار ساعتين وراء النوبة، ساعتين أو عطل السونار، ها، وجابونا الأكلاب البوليسية، وها والله السونار عاطل ويتأخر تحت الشمس وتحت درجة ارتفاع درجات الحرارة، وانتهت البضاعة مال العالم. ما أعرف يعني ماكو ناس قياديين، أنتم هم سوونا فد مشكلة، سوونا يعني وصلوا صوتنا. أترجاكم توصلوا، أترجاك أنت جدا تطلع هذا الموضوع، يعني لا تخفوا هذا الموضوع. يعني زين السيطرات كلها تاخذ فلوس، كل السيطرات اللي تمر، اللي الخضره اللي تمر من كل السيطرات كلها تاخذ، كلها مرتشيه، كلها تاخذ رشو. وانت تنقلون هذا يعني صوت ما تنقلونه على مستوى قيادات، يعني قائد مدري شنو، قائد ايش مدري شنو. لا والمشكله عندنا، المشكله مثلا عندنا طماطم عراقيه يستورد طماطم ايرانيه. زين احنا عنب عندنا بالوقت الحاضر، يمنع العنب او يمنع التفاح. ليش تمنع التفاح بالوقت الحاضر؟ احنا بلد غير منتج للتفاح، اصلا ما عندنا التفاح على قانون 1976 يمشي. ليش تمنع التفاح؟ انت ليش ما تمنع البصل اللي هو عندنا؟ البصل مال الجزيره مال سامراء ينتج بكميات كبيره جدا وما ينباع، الفلاح ما يبيعه، تستورد بصل تركي وبصل ايراني. يعني ماكو ناس، الرجل المناسب بالمكان المناسب. عمي تعالوا لنا، مروا علينا، سووا لجنه زراعيه ومروا علينا، احنا نفهمكم، نقول لكم شنو المستورد جيبوا لنا اياه وشنو اللي يحتاجه السوق جيبوا لنا اياه. لجنه اكثر من مره، احنا يعني احنا احنا اصحاب سوي لكم شكلكم لجنه ويجون مرون علينا، يا باش تحتاجون على الوجه جميلة او غير علاوة الدوره او غير علاوة الموجوده في بغداد، نقول لهم هاي البضاعه استوردوها وهاي البضاعه وقفوها على مود. يعني بصل مال سامراء كثره جدا، تستورد بصل تركي وبصل ايراني وبصل بعد ما ادري من اي دول، وهذا البصل مال فلاح ما ينباع. او طماطم عراقيه بربع دينار طماطم، وانا بمكتبه سعدي طماطم ايرانيه، اثر علي لو ما اثر علي؟ اثر علي. ليش تستورد هاي الطماطم؟ ليش تستوردها؟ ليش ما تجي لجنه انتم تمرون علينا واحنا نفهمكم؟ التفاح قضيه التفاح، انت لو تمنع من عن اللي اشوفه عنده بالتفاح اخذ اصادره. انت التفاح ممنوع واحنا نط 80 ورقه كل سياره يعبرون اياها. هي لا اذا نبذا ما لا لزموها، تعال تطش يدتين وثلاثه يلا يطلعون السياره هي والبضاعه. يعني انت سووا حل، هو رئيس الوزراء لازم يتدخل بشغله التفاح. يعني يجي واحد يعني مسؤول، شو تقول يعني ماليشيا، يعني 50 سياره على 80 ورقه 400 شده ياخذ ويعبر لك اياهم السيطرات، يطبب لك اياهم البغداد. هاي صايره كل 5 ايام يجيك فلان، كل 5 ايام يجيك فلان من الناس، انا مسؤول 400 سياره على 80 ورقه 400 شده ياخذ او 300 شده ويعبر لك اياها، يعني ضمان لك وامان، يطبب لك اياها يعني البغداد. اين وين الدوله؟ فهو تدخل رئيس الوزراء حصرا يعني بشغله التفاح. التفاح الايراني يمشون على قانون 1776 عود مصاب بمرض. احنا هو التفاح الايراني كله يدخل العراق الى قانون ولا مو قانون، اذا تهريب واذا رسمي. هو داخل بس شنو هو؟ مثلا كل سياره نط عليها 10 ملايين عراقي 80 ورقه
يلا يعبر لنا اياها فلان وفلان وفلان، وكلها مرتبطه بهذا الموضوع. لا لا هو هسه بس التفاح ياخذون عليه رشوه. لا التفاح هو المشكله الاعظم. لا لا هو بس هو حتى الاصلي حتى المقمرق اصلي يعني يمر من سيطره الصفره ومقمرق وهم ياخذون رشوه بسيطره العسيانيه. تجيب القمرق شوفهم القمرق هم ياخذون رشوه بسيطره الغالبيه هم ياخذون عندنا وصولاتي عندنا وصولات وعندنا قمرق ومقمرق ياخذون الا بثلاث اوراق سياسيه ماي قمرق دوله بوتيته هو بالصفره مقمرق مقمرق بالصفره ومطي 950 قمرق قمرق دوله يجي هنا بالعسيانيه جندي وقفه يقول انا ما اعترف بها يقول والله خليجيني زين شلون دوله هاي انتم؟ لا هي يعني الدوله شم دوله اكو؟ شم دوله؟ لو الدوله ها عندها رسميات مركزيه بيها الكل السيطرات لو ما عندهم سيطره يعني هذا اللي يقص بالصفره ويجي ويقول له يابا تفضل هذا القمرق مالي مكمل اني دفعت قمرق مال الصفره تفضل هذا 950 انا دافع يابا خلنا ندخل البغداد قال له لا ما تدخل يابا ليش؟ يقول له والله انا ما جايني الامر يعني لا ضابط لا جندي لا مدير سيطره لا امر سيطره شلون هاي دوله؟ قبل اكو دوله مركزيه الممنوع ممنوع زين هسه هذا الزرع اللي بالصفره هنا أنا نايم مو هذا زرع قابل للتلف يعني انت تجي تمنعه هنا تقول ليش ما ترجع من البدايه؟ يقول ارجع شنو ذنبه هذا الانسان؟ تاجر هذا التاجر مستورد بدفاتر يعني هو هنا هسه تشوفه هي خساره بخساره الله وكيلك العالم خساره قاعده ما حتى رزق ماكو ناس خساره العمل كله خساره هسه يعني انت موقف هنا هذا الزرع برتقال قابل للتلف ها لالينقي قابل للتلف البصل قابل للتلف كلها قابله للتلف يعني يوقف لهنا صار له 10 ايام انت سيطره الشعب شنو تاخذ ثلاث اوراق وانا دافع هذا ابو سيطره الشعب خوت هو الحلبه والربط بيده ما يصير هذا قمرق حكومه مركزيه مال الصفره ابو الشعب ما يخليك تعبر الا تعطيه ثلاث اوراق من جوا اللي جوا يلا يخليك تعبر يعني هذا هذا قمرق هذا تفضل حكومه مركزيه هاي حكومه مركزيه الصفره انت احنا نقمرق بالصفره ما يخليك ابو الشعب يقول لك والله ما اعترف يا ابا هاي حكومه مركزيه الصفره قمارق صفره يعني هي اكو واحد ما يعرفه ما يخليك تعبر ابو الشعب الا بثلاث دورات او سماسره ها مو مباشر يعني عبر ابو الشاي اليفتار ما ادري شنو تطي ثلاث دورات يلا يعبر لك سياراتك هاي المشكله هاي لا بالحسينيه هاي بالحسينيه سيطره الشعب زين احنا يعاملون الزرع نفس الطحين نفس ال المعامله احنا المعامله مال السيطرات يعاملون الزرع الخضره نفس معامله الحنطه الشعير الحديد كل المواد كلها يعاملوها واحنا الخضره 24 ساعه تنتهي يعني 24 ساعه تسقط اذا تلف نذبها بعد ما نستقبله هاي يا مسؤوليه كل سياره 24 مليون 25 مليون 23 مليون هاي كلها تروح تلف زمن سلف السيطرات هاي اللي هنا هسه سيطرتنا هاي توقف السياره حوالي اربع ساعات يفتحون السانور من الساعه 6 العصر ل 8 يسدوه يفتحوه بالعشره ل 11 ساعه واحده يسدوه للاربع الصبح الخضره يلا تدخل للسته الصبح يفتحوه يسدوه بعد هاي يظل الزون اليوم الستة العصر يلا يفتحوها تضرب بيها الشمس بالطماطة والخيار والبيتنجان والفلفل والبوتيتة هاي كلها تتلف ليش يحاسبنا احنا مع انت تحاسب ابو البراد مثل ما تحاسب المكشوف لا لا انت جايب لك نقيب وعامر لواء صار له سبع سنين منصبه بنفس المكشوف يصير يعني يصير حاطهم ما تدخل السياره يوقفون السانور السياره ببرقه برقه ادخلها لك ببرقه روح غير جيب لي كفيل روح اختمها من المحكمه صدقها الكفاله مالتك روح صدقها هو انا الكفيل مالها انا ابو العلو انا الكفيل ليش اروح اصدق؟ مشتركه بها عمليه كلها فرقه 11 كلها فرقه 11 هي المشتركه بالعمليه يقول لا تحجون ولا ابدا نهائيا هذه شغله امنيه يحسبونها من الفرقه 17 مال الدوره مال الدورة تدخل قبل تدخل بسانور مال الجسر ديالة ومال المثنى ومال الصفرة يجي قبل يدخل للعلوم ليش احنا الا سانور
هي مفتشه كامل غير تدخيل ما يخالف امنتوا بالله. انا كفيل لعد بعد شنو الكفيل مالي؟ ليش مخليني كفيل؟ ليش متحملني المسؤوليه؟ اذا انت ضابط، انت ضابط استخبارات تتحمل المسؤوليه، تريد مني فلوس؟ يقول اشيل الكفاله منكم بعشر اوراق بالشهر، تعطونا كل واحد من كل مكتب 10 اوراق يشيل الكفاله. 10 اوراق من شال الكفاله. تقبلها انت؟ هو هذا ضابط الاستخبارات؟ ما يصير. اسماء يعني هم اسمائهم معروفه. ويعطونهم احنا كلها نطيها، كلها نطيها. من الجندي للضابط نطيه. ما يصير اشتكي. الحكومة العراقية هي قدمتها إلى نفسها مو للشعب، شعب انتي، شعب جوعان، زين شعب تعبان، لا غرق، لا بلدية، زين لا أمان، زين ماكو شيء. ما سوت الحكومة، الحكومة شنو سوتها؟ ما سوت شيء، إنه ما سوت شيء هاي الشعب، زين هسه صارت انتخابات، قام يجون على بيوت التجاوز. تعال نبلط لك، تعال ندق لك تيول، تعال نجيب لك بطاطين، تعال نجيب لك تانكيات. قام يشتروها الحكومه تشتريها. يعني انا هسه انا بالبرلمان، انا راح ادفع لي 300 مليون 400 مليون، اصرف لي 500 مليون، اصير برلماني استفاد انا مليارات. يعني هم شلون هسه تقول التجاره؟ نفس العلوه، نفس جميله. هم هسه نفس جميله. زين؟ هم هسه جاي يشترون الشعب. وين التعبان؟ وين حتى الضعيفه؟ هاي كيات تجي كوسترات بالانتخابات ب100,000 ب100,000 وكرت كرت ابو 25. شنو سوت الحكومه؟ شنو سوت؟ خلي يجون الشعب. شنو سوت؟ شو يال يصير بالحكومه؟ فلوس، سيارات، تصدير، شركات. سوت الحكومه؟ شنو سوت؟ لا داخليه سوى شيء، لا حكومه سوى شيء، زين لا امان، زين تهجم على البيوت، ضرب البيوت، ضرب العالم، يا تجي يهددك، يا تجي يقول لك انا من الميليشيات، يا تجي يقول لك انا فلان حاجه، زين؟ احنا نريد شيء. هاي العالم، هاي الشباب، المن؟ هاي الشهداء اللي انطيناها احنا، الشهداء راحت، المن؟ الشهداء اللي انطيناها والحاربه والجاهده، زين؟ علموا شعب العراق، حماة العراق، هذول قاعدين يسمعوني، قاعدين ياكلون فلوس ونايمين ومرتاحين. شو يا تقضى عنده بيوت، يا تقضى عنده شركات، يا تقضى عنده مولات، زين؟ هي الشركات غير تلزمها الدوله، زين؟ البلديه ترجع عليها، صرف البلديه ترجع على الشعب تعبان، هاي العلوه زباله، بيوتنا غرقانه، انا بيتي بالتجاوز مفلس وطايح ومهدم، وعندي ستوته ما سوالها 100,000، زين؟ زين يعني انا لحد الان شنو يعني؟ هاي العالم خطيه، هاي بيوته، كناتيره، غرابه اخشابها، شنو الحكومه؟ اعطيني شيء بالحكومه، انا اريد اناشد الحكومه، اريد يجيني وزير الداخليه، اريد يجيني وزير الدفاع، زين شنو الحكومه؟ يعني هاي العالم ماتت، اخوتنا ماتت، عمامنا ولد عمنا ماتوا، اقربانه، كل واحد بالعلوه منطيله ثلاث شهداء شهيدين، وكلهم جاي يحاربون بحشق الشعبي، وكلهم جاي يقاتلون، بس وينه؟ احنا يعني نقاتل ونحارب ونطي الشهداء، زين؟ ونحمي البلد وندافع على البلد، وهذا حالنا؟ يعني هذا حال العالم هاي؟ هذا حالها؟ يعني شنو؟ 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 تعال حجي تعال، تعال، تعال خليني اشوفك، تعال تعال. زين؟ الحكومة سوت؟ ايش سوت؟ طيني هذول خطية، طوني اياهم هذول علوة، لا شغل، لا عمل، زين؟ هاي العوائل والنسوان خطية جاي تاخذ الخايس والتعبان. وين الحكومة؟ وينه؟ وين الحكومة؟ هسه 1,000 واحد جاي ينتخب، جاي يجددون، جاي يجددون، جاي يجددون، كافي. تعال تعال تفضل، اسمع الحكي. أولا السلام عليكم. احنا إذا نحكي عن المعاناة فهي المعاناة مع الشعب كامل، بس انتم مش تردون هذا الاعلام هسه تعال لنا يوميا 10 مرات، شنو الفائده؟ الفائده شنو هسه اذا تجيني يوميا 10 مرات؟ احنا هسه هذا حكينا مثل اللي ينام على ظهره يتفل وتفاله يرجع عليه. ليش؟ لان ضمير الحكومه ميت، خليها ببالك، كل ضمير ماكو،
الحكي هذا هسه انت صوره ونقله وعرضه، شنو النتيجه يعني؟ شنو اللي تغير شيء من الواقع؟ ما نغير شيء. لا وداعتك، لان الضمير ميت، هو اذا مات الضمير اكو واحد يموت تاخذه وتدفنه بالله، هذا انتهى، مات جسد وش اسمه وروح، بس اذا ضمير ميت شلون؟ شنو اللي صحيح؟ منو اللي يعاين على هذا الشعب؟ احنا نحكي على الحكومه، ترى مو بس الحكومه ترى حتى احنا مخربطين. صحيح. اي والله العظيم احنا ليش نرجع على الحكومه؟ احنا جاي ناسس هم احنا مخربطين. احنا خليج باكر اي نحكي، انا اريد اسولف ترى كلهن مبدا علي بن ابي طالب عليه السلام يطبق علي وعليك ترى على الفقيه، بس ابو عمامه ما يطبق عليه. العده 20 جكساره، والعده حمايات، والعده قصور، واللي عده مهوستي كضه ويذبحك ودن حشاله حشايتين، مو المن نحكي والمن نسولف. خلي الناس هسه كلها تبدأ مسولف، منو الشريف اللي بيهم؟ تجيب له من رئيس وزراء، من رئيس جمهوريه، من نائب، من اي تيار سياسي. والله كلهم هتليه الله وكيلك وعفطيه، وان يروحون فدوه لتراب صدام حسين، خلي يقولون علي بعثي، غير خلي يقولون هذا بعثي، مواليد 85 ما لحقت على البعث، كنت صغيرون الحمد لله وشكر، حتى الجيش مالي بس. بس هو النتيجه شنو؟ والقبض شنو؟ خلي نسولف منها الباشا ومشكورين انتم. هاي تعال تعال، هاي خطية ابني، هاي شوفوها، نزل الشاشة نزل الشاشة. هاي شنو ذنبه؟ هاي شنو ذنبه؟ ليش ما إلى حكومة؟ ما إلى رعاية؟ ما إلى شيء؟ وين النفط؟ تقاسمون بيناتكم ليش؟ الشعب خطير هسه، 10% لا يجي من حصة من النفط للشعب العراقي. أجي على الفقير أشوفه ما عندك راتب، تعال هاك راتب، ما عندك عمل تعال، ها شنو ذنبه خطية؟ ها شنو ذنبه؟ احنا تعبانين وجاي نساعد، يعني تعبان يساعد تعبان، وزنقيل يشيل زنقيل، ما شفت انا زنقيل يشيل زنقيل، تعبان يساعد تعبان. يعني هسه متحضرين سياراتهم ومحضرين لك مجالس، مسوي لك مجالس، العالم مسوي مجالس دينية، مجالس ثقافية، مجالس علمية، العالم تجي تسوي مجالس على الانتخابات. وينه؟قضية بيدنا اليوم، لا بيد الشعب ولا بيد الدولة ولا بيد كل واحد. احنا اليوم نروح الصناديق، نروح ننتخب النفيدة، ننتخب اللي يفيدنا. احنا نروح ما شاء الله يعطيني 50,000 اروح انتخب فلان، يعطيني بطانيه اروح انتخب فلان، يعطيني صوبه اروح. لا ابويا احنا الاحزاب ما نريدها اليوم، احنا نريد شعب يتكاتب ونتوكل على الله، وان شاء الله القادم افضل. ليش احنا ضالين نسقط فلان ونجيب فلان؟ سيد عويد وسيد ما نريد هاي. احنا اليوم بلد نروح وحدنا ننتخب الصح، بعد احنا ليش نجيب ونرد ونجيب؟ ها عيوني، وان شاء الله نسال من الله التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم يا اخ، والله العظيم مليني بالقران، كلها محاربتنا على رزقنا. عندك السيطره مال الصفره ياخذون الجمرك ويكملون، تجي السيطره مال الحسينيه ما يفوتون السيارات. يا بليش ممنوع يا اخي، مو انت ماخذ جمرك، جمرك السياره ماكو، يعني كل من يجرب كيفه. تجي هنا هاي سيطرة 25,000 ما عشان كلاوات بكلاوات، يعني والله العظيم حكومة قاعد تحارب العراق، يعني من كل شيء، شغل ماكو، عمل واقف. هاي العلوة شوفوا هاي العمال كلها لا شغل ولا عمل، وحق الزهراء من 4 الصبح لحد الساعة 6 العصر لو يطلع العشاء لو ما يطلع. خلي شوفنا، شوف لنا حل الحكومة، شوف لنا حل الصفرة. هاي الصفرة دمرتنا والله، والله العظيم دمرتنا. سيارات صار لنا شهر نايمة هناك، شنو ذنب هاي السيارات؟ زين سيارة تمرق ب 3 ملايين تجي للحسينيه ما يطلعوها. زين يا اخ والله العظيم ملينا، عيب عيب. انا ناشد، اريد اناشد الحكومه، لان ماكو امان. شلون يجي الامان وكل يوميه طابنا واحد، كل يوميه بنغلاديش، كل يوميه صيني، كل يوميه تركي، كل يوميه هاي. زين شلون يجي الامان؟ زين احنا من طب غير دوله، شو جناسيكم واقامه 30 يوم تخلص 30 يوم يلا اطلع منها. زين احنا هنا صار كثره بالعراق وشغل ماكو، يعني كلها حماميه كلها وبنقل كلها كلها، يعني اكثر شيء يجيك من غير دوله والعراق قاعد. زين الحكومه وين؟ غير شوف هاي الناس البريئه والله العظيم، كل يوم جاينا تركي وصيني وما ادري شنو كثره هنا بالعراق، واحنا نريد نشتغل هناك يدقون علينا. والله صديقي شوف راح اقول لك في الشغله، احنا هسه مدينه الصدر يعني خاصه او العراق اعم،
الجنوب وغيره وغيره، الجنوب جاي يجي على بغداد على مود يدور شغل، ابو بغداد وقف ماكو شغل، بالنسبه لجميله واقفه، اكثر الشباب هسه بطاله، اكثر شيء يروح يفطر على القهاوي تلقاهم، تروح علي تقول له ليش قاعد بالقهوه؟ يقول لك لعد وين تريد نروح؟ اول شيء شغل ماكو، ثاني شيء اهمال الدوله المواطنين عاميه يعني هي مو اختصاصيه. بالنسبه من 2003 ولهذا اليوم من 2018 كل شيء ما شفنا من الدوله. بس اطلع ها شو تريد؟ راح ابلط لك شارع، راح اعطيك شغل، راح اسوي لك راتب، راح افتح لك مشروع، وبس ذن الوعود وكل شيء ماكو، كل شيء ما محصلين. نحن احد المفصوخة عقودنا في الجيش العراقي، مطالبنا نتمنى انه يعودون المفصوخة عقودهم. احنا خدمتنا من 2014 لحد 2017 شهر الخامس، حاربنا في مصفى بيجي في سامراء وفي تكريت، واحد مصابين في اول في سامراء، احد انفجارات في احد سامراء صوبت ولا عوضوني، انه هو قال اكو تعويض مليونين وكل شيء ماكو. وعدنا النائب حاكم الزامل بعوده المفصوخه عقودهم، انه هذا شيء طلع كذب، ونطالب من رئيس الوزراء انه يعود هاي الناس المنتسبين، وناس قاعد يشوفوا رجعت للعلوه قاعد تشتغل يعني بفلس ونص. نجي اللي جاي انه واحد بعض الناس يقولون البنغلاديش يشتغل احسن من العراقي، لان هو لا يفكر بسحب، لا يفكر بايجار، هو يجي هنا يلقى كل شيء جاهز 500 يضم حطه بجيبه، احنا ورانا سحب ورانا ايجار وجريح، يعني ايش اقول لك 5000 او 7000 حصل يوميه، هاي ما تكفي، هاي كذب، هاي الدوله تعبانه يعني حتى ما تفيدنا. ثانيا احنا جبنا ستوتات ونشتغل بيها هنا، نطلع بس نعبش مظفر تعال قص وصل ب 35 والرقم سوينا ب 35، طلع كلك شلون صغر بغداد، تعال دق لك وصل وطلع كل شيء ماكو، تعال زق لك لزقه كل شيء ماكو. هاي الارقام ترى تعبانه والدوله تعبتنا، حتى لو كان البشر مرتاح مأساة الدوله تعبتها. بسم الله الرحمن الرحيم، اول وحده اوجه كلامي للشعب وللحكومة بالذات، يعني هسه الحكومة العراقية لحد الآن ما مقدمت لنا شيء، هاي وحدة من عندهن. أولاً خاصة لهذا عام 2018 و 2018 إنه بشرنا تعيينات جاية، والجيش العراقي يعني الجيش العراقي بربك يا الحكومة يا البرلمان، يعني تقبلون إنه نوسط ب 10 أوراق و 15 ورقة على مود إنه نلبس بالجيش العراقي وتودونا أماكن الساخنة وصارت بالواسطات 10 اوراق و5 اوراق، احنا شنو ذنبنا؟ من الصبح لليل ندق عماله والله 15000 ما مطلعين، ورانا عوائل. ثاني وحده احنا نعاني ونوجه كلامنا رئيس البرلمان اذا يسمعنا، نوجه لكافه اعضائنا بالبرلمان ان نقول لهم والله العظيم تعبنا من هاي المعاناه، يعني خلي يحسون بينا. يعني الاحزاب عندك كل قال انا حزب، كل جو قال انا يابا رئيس حزب، رئيس حزب يومين ثلاث ايام وصعدوه مونيكا. تعال الحماية اللي صاعدين وياه راتب 3 ملايين 4 ملايين وما واقع بها غير الفقير، تعال هنا يا معود، تعال شوف هاي الفقرة، تعال قول تعال عم ايش محتاجين، تعال يابا هاي تعال، إذا أنت ما تصدق البرلمان تعال على المصدر وشوف، شوف ايش كم شاب عراقي. أول وحدة أنا خريج قسم محاسبة، اليوم صار لي 3 سنوات متخرج، خريج قسم محاسبة، شنو ذنبي جاي هنا اشتغل حمال؟ يعني شنو البذر من عندنا احنا؟ شنو ذنبنا؟ اجي لابو التعيينات اقول له عمي عيل التعيين من عندي، يقول لي والله ما عندك واسطه انت على مود نتعين. شنو انا ذنبي؟ فانا قاعد احكي واقول كلامي خافه من الله شويه، والله العظيم انظلمنا، يعني هسه عندنا البطاله صارت بالعراق وصلت الى 90%، وشنو سببها؟ انت تدري سبب البطاله صار بالعراق؟ العطاله بطاله شنو سببها؟ ما يقدر يتزوج، شاب عراقي ما يقدر يتزوج بربك، شنو الاسباب اللي ما يقدر من عندها؟ والله ما عندي فلوس، يجي لابو البنيه يقول له انت كل شيء ما عندك، فاحنا شنو ذنبنا؟ لا يقدر يتزوج، لا يقدر يتحرك، يعني من الصبح لليل عايشين بالذل، يعني احنا الشعب العراقي ابو الخيرات، ابو النفط، انا انه عشان اشد ان الشعب العراقي والله العظيم اغنى دوله بالعالم، وبي خيرات لا تخلص ولا تنتهي، بالنسبه انه
انا احكيها من عندي ومن كل شاب عراقي، انه كافي مثل ما اشوف ابنك مصعد المونيكا والجارجار وما مفكر لا بوظيفه ولا مفكر بنومه لا مفكر باكله لا مفكر بلبسه لا مفكر ايديه توسخين، يعني خلي شويه يحس بهاي المعاناه. يا اخي من تنظر انظر لا تنظر الواحد. وبعدين عندنا شنو جايه شغله جديده، شغله الانتخابات، احنا هسه مقبلين على الانتخابات، الانتخابات حضره جنابهم قاعد يقولون تعال عمي انا اليوم عينك ولبسك، انت تعيني وتلبسني على يا اساس تعيني وتلبسني؟ من 2017 لحد هذا الشهر جانب هذا الشهر على مو شنو والله انتخبك؟ لا ما عندنا هاي السالفه، ترى هاي كانت تعبر علينا، سوالفكم كانت تعبر علينا، ننظر بقضاياكم ونعينكم. والله العظيم اني اعرف انسان ما اريد اذكر اسمه ان الله يحب الساترين، قال لي والله العظيم اعينك بس انتخبني. رحت انا اريد اصدق عمان، وين اروح يعني؟ انا وين اروح؟ خلينا نغش، اريد انه وسيله انه اعيش بيها. قلت له عمو راح انتخبك، رحت انتخبت كل شيء ما شفت من عنده، هذا يوم وذاك يوم. عندك كم وحده هم اجن مرشحات عن مجلس النواب وهم نفس الحاله، يعني صارت الانتخابات بالواسطات. يعني كافي غش، كافي بوق، يعني والله العظيم الشعب العراقي انظلم. مع تحياتي الكادركم ويا رب ان شاء الله يوصل كلامنا، والله احنا ملينا من هالموقف، مع تحياتي لكم. قدمت الأشكال، قتل، سرقات، جرائم، فقر، مجاعة، أيتام، شني بعد الأسوأ من هذا؟ القدمتة هي الدولة قدمتة. والله قبل يقول لك أصبع قصة، أنا المرة تشب كلها قصة إذا انتخب ذولا. بعد من هذا كل هاي الجابوها مثل ما أقول من 2003 لحد اليوم. حكومه انقص من حكومه، حكومه انقص من حكومه، حكومه بعد شنو تنتخب بعد الانقص ابقى على هالوضعيه احسن لك. علوه جميله، علوه جميله هي من 1975 تاسست لحد اليوم تبليط ما بلطوها، شو تتوقع من عندهم؟ شو يريد يسوون لك؟ ينزلوا لك ايجار لو هاي جابوها النوبه لك مثل ما اقول عندنا مثل عربي يقول شو تشخ الفارع عند راس القطعه، هاي النوبه جابوا لنا مال هاي الصفره، هاي مو صفره هاي بلوه. هاي اسلبك علني، شاف العلني اسلبك تسليم الكيلو ولا طب العلوه الجميله ب 500 دينار على الصبر يصير بلف. انا ويا الدوله خلي يشيل البسطيات بس غير يكون يوفر لي شيء بديل اليه. انا زين بشال بسطيتي وانا لا تعيين لا وظيفه، مو رحت اسوي جريمه، رحت اسرق، رحت اقتل، كل شيء اسوي، كل شيء اسوي. اذا طبيت على عيالي ويريد الغيره في الخبز، رحمه الله عليه الوالي يقول اذا طب الانسان على عياله وراد غريب من حقه يقلبها راسا على عقب، انا مو راسا لا انا اذبح. عيالي يريد الغيره في الخبز من اجيبه اليه؟ في البدء أشكر هذه القناة المجاهدة التي وصلت إلى هذا المكان النائي، وهم أسعتهم مناطق من كوبلاء جميلة، مو تقول من كوبلاء أسوأ من هذا الشيء. فأنا عدة رسائل وراح بإيجاز يعني لضيق الوقت أقول ما عندكم شرف لا مستحى ولا دين، تبوقون بوطننا وإحنا جوعانين، أمس حفاي جيت وهسه صرت أسياد، ما يعلى البشر ثقمر جعل الطين، الفقرة واليتامى خاوية من الجوع حتى من الخبز ما أمر شبعانين، وانتم بالاموال تشيدون قصور يومية ببلد فيلا وقصر بانين، جيتونا بهمر بحضان الامريكان، الف يا حيف غشيتونا باسم الدين، بعد كافي بعد ما نسكت على الصار، بزود اهل النشام وناسنا الطيبين، نشيك حلقة اللي يجي ستراب العراق واللي جوع اليتيم ويظلم المسكين. والرسالة الاخرى وليس اخرا الى المرجعية الرشيدة تعقيبا على ما بدأت بداية الحديث، أقول نايم ليش وقت يا مرجعي نايم، نايم ليش وقت يا مرجعي نايم، ومجان تروح أرواح الوادم، الما يحكي بوقت بكثرة الظلام علي ما ينحسب فد يوم أبد عالم، الما يعرف لقمت منين أحصلها أبيع الشرف غير المهم آكلها، خصم المهد باكر يما يتحاكم، خصم الحجة باكر يما يتحاكم، ما ننتخب في الساد
عمي ما ننتخف في الساد ثورة على ليبوك بصوتك وصوت اليوم خنشق الحلوق عقلك عقلك نضج واختار من غير الأحزاب عقلك نضج واختار من غير الأحزاب خيرهم من يفوز يطلع للفناب يا رب ويمت الثار من ذول الأرجاس يا علي يمت الثار من ذول الأرجاس يا المهدي يمت الثار من ذول الأرجاس ضيم وظلم تندوب تتحمل الناس شاعركم شاعر خادمكم الشاعر قاسم البديري وأسف على الإطالة. الحمد لله رب العالمين الحكومة لحد هذه اللحظة ما مقدمة أي شيء من صالح الشعب العراقي والشعب العراقي قاعد يمر بمعاناة ومعاناتنا هسه احنا على اسلوب العلوة مثلا على احكي لك على محصول علوة جميلة اولا علوة حاليا الحكومة مطالبة اصحاب المكاتب بإيجارات 34 مليون للمكتب الواحد صحيح زين 34 مليون رحمة لابوك لا يا سادة السيطرة زرع ما يدخل قمرق 3 ملايين ما نعرف وين يروح زين ويريدون من هاي العالم يريدون فلوس زين حاليا هاي العلوة حاليا معيشة ما يقارب بال 25 ألف عائلة 25 ألف عائلة هسه قاعدة ماكو شغل مثل ما تشوف صور هاي المقابلة وشوف اثنين الإيجارات حاليا ليش زيادة بالإيجارات مع العلم انه عمل ماكو ثلاثة الحكومة ما قدمت اي شيء بصالح الشعب العراقي هسه حاليا على مود الانتخابات قاعد تفتر على المواطنين تفتر على المواطنين توزع بطانيات ابلط لك هذا الشارع مقابل صوتك مو انطيك مقابل صوتك يعني قامت تشتري الاصوات ثلاثه احنا نريد حل مشكله سيطره الصفرة لازم لابد انه الحكومه تحل لنا مساله سيطره الصفرة لان سيطره الصفرة حاليا اصحاب المكاتب والعمال والمحلات قاعد يمرون معاناه اثنين هذا الزرع قاعد يوصل للمواطن اضعاف مضاعفه لان تشتري 200 دينار من تركيا قاعد يوصل هسه ب 600 دينار للمواطن ليش؟ لان يتحمل اضعاف مضاعفه يعني الاوضاع الدوله يعني مثل من 2013 العفو من 2003 إلى هذا اليوم يعني الدولة كأنما دولة عقيمة يعني ما أنتجت في شيء للشعب العراقي ما قدمت شيء للشعب العراقي صحيح لربما بعض السياسيين يقول إحنا قدمنا صرفنا رواتب رعاية اجتماعية أو غيرها تجي لكل مرافق الحياة لم تقدم الدولة بالشكل المطلوب يعني حالنا حال الدول المتعارف عليها يعني إحنا نعرف كل الدول اليوم تعمل من أجل مصلحة الشعب شعوبها إلا الشعب العراقي يعمل من أجل أذية شعبه يعني شلون هسه مثلا إحنا إذا نيجي مثلا للخدمات اليوم شنو اللي قدمتها الدولة من الخدمات يعني إذا نيجي مثلا من 2003 لحد اليوم إذا أريد نحسب الشوارع اللي اتبلطت يعني معدودات على أصابع ومع ذلك تجد التبليط سيء هاي مسألة الخدمات زين البنى التحتية اليوم ما قدمت الدولة أي شيء للبنى التحتية سوت يعني مثلا هسه اليوم اللي احنا نعاني مثلا بجميلة مثلا ماكو مجاري المجاري سوى لها خطوط طوارئ ومع ذلك هم غرقت وهم تلفت عندنا مواد ومحاصيل زراعية بالنسبة للعلوة بالنسبة للمناطق السكنية اليوم تعاني مثلا موجود هاي المياه الآسنة مثلا موجودة بعد ايش عندنا احنا مثلا شنو اللي قدمت الدولة يعني بشكل خاص او بشكل عام ما قدمت اي شيء يعني احنا من ذاك الوقت لهذا الوقت ربما كانت الحكومة السابقة نقول النظام البائد كان اذا يصير مثلا في الطسة نقول عليها بالعامية كانت تبلط مو يولا اليوم ماكو إهمال بالخدمات ما قاعد يشتغل شغل اللي هو صحيح ويحتاج إلى أن مثلا إحنا شنو اليوم الشعب شي يريد اليوم الشعب يريد يأكل لقمة هنيئة مثل ما يقول ويروح العمل ويرجع إحنا كل شيء إحنا مطالبنا يعني مطالب بسيطة وأحلام بسيطة يعني شنو اليوم مثلا هاي حالنا حال الدول المجاورة اليوم مثلا ما يخصصون حصة النفط لكل فرد مواطن اليوم تروح للقطاع الصحة يروح الإنسان اللي هناك كل شيء ما يحصل لا يلقى مثلا دواء
لا يلقى علاج الصحيح مو. فاحنا يعني اذا نريد نسولف على الحكومه اليوم وباكر وعقبه او ما قدمت الحكومه يعني تطلع لا شيء امام باقي الدول، ما قدمت اي شيء للشعب. زين احنا اذا نجي مثلا لحال العلوه، اليوم حال العلوه تعرفون انتم كل المحاصيل الزراعيه اليوم تجي الشحاليه ايش نقول مثلا مي ماكو قليل. هذا المي صار ضرر بعد المن للمزارع نقول. المزارع مثلا تكاليف الزراعه تكلفه هواي، بحيث يجي المستورد ينباع ارخص من من المحاصيل الزراعيه المستورده، ولكن شنو سوت اليوم الدوله؟ خلت ضرائب عليهم على المحاصيل الزراعيه، وخلت فوق الضرائب خاوات تاخذ السيطرات، يعني السيطره الزرع ما يفوت اذا مو 20 ورقه 15 ورقه وهكذا. زين قامت تمنع بعض المحاصيل، زين هو العراق اصلا ما بي محاصيل. زين انت ليش تمنعها؟ زين هو من اللي ياكله غير الفقير؟ هو الفقير اهم شيء يريد يطلع العلاقه مالته، زين العلاقه ما جاي يقدر يطلعها، زين انت فوقها النوب المفروض يعني من الدوله سهل دخول المحاصيل الزراعيه، المواد الغذائيه مثلا، هسه تجي تفرض مثلا غرامات، تفرض مثلا قمارك او غيرها، خليه على غير الامور الكماليه مثلا بالامكان اليوم انت تخلي يعني كانما خطه وزاره التخطيط لا تعمل، وزاره كل الوزارات كانما لا تعمل لهذا لا، وانما تعمل ضد الشعب العراقي هذا المسكين، اليوم يعاني الشعب العراقي وهم يدرون السياسيين كلهم يدرون بان هناك معاناه للشعب العراقي، وكذلك السياسيين شو يقولوا؟ يقول نحن فشلنا في اداره الدوله، مو ولا زين انت اليوم يعني فشلت في اداره الدوله، زين شنو الحل؟ شنو النتيجه اليوم؟ غير تعطيني انت فد حل بديل؟ ماكو بديل يا اخي، يعني احنا الى متى نظل نعاني؟ يعني احنا صبرنا هاي السنين كليتها مثلا من 2003 من 2003 لحد هذا اليوم، احنا نتامل يقولنا هاي حكومه ديمقراطيه ولك حريه في الكلام وكل شيء لك، بس ولكن لم نرى على ارض الواقع اي شيء مع الاسف الشديد، يعني كان كلنا امل بهذه الحكومه سواء كانت حكومه شيعيه او غير شيعيه من غير طوائف او في شيء، ولكن مع الاسف الشديد خذلت الشعب العراقي.